أخبارك؟ بخير الحمد لله. كف حواجز، بدنا نرجع على غزة. بدي أشوف إخواتي وماما وبابا وأخويا، ودي إن شاء الله بنرجع على دارنا وبدنا نرجع على غزة. وكف قتل وكف قتل في هالناس، وإن شاء الله بنرجع على بيوتنا سالمين يا رب. بيشتاق لابنه، بيشتاق لابوه، بيشتاق لاخوه، بيشتاق لاهله، لعيلته. انا هلقيت في غزه لحالي، انا هاي معي اولاد ومرتي لحالي، ابويا، عمامي صلاه النبي، سبع اخوه الي، لحتى الان انا فيش، كلهم في الجنوب، اولاد عمي سبعه مع عمي مع مرت عمي، هاي كمان عيله، وبني عمي نفسه، عمي الثاني عنده كمان سبعه انفار، اولاد عمي كله في الجنوب، فيش غير انا اولاد ومرتي. ها اتكلم معي يلا. مشتاق لابني ماهر كثير، ابني صغير كان لما طلع على الجنوب، مش هو مشتاق لنا واحنا مشتاقين له، ونفسنا يكون جنبنا في الوقت هذا. وانت عارف لما الولد يكون صغير بعيد عن اهله، بعيد عن امه، بعيد عن ابوه، بعيد عن اخواته، ايش بيكون؟ انه ابني يكون موجود عندي، بناسب انا الصليب الاحمر الهلال، انه يكون ابني موجود عندي انا.